وللمزيد حول استمرار قصف النظام وحليفه الروسي لإدلب تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون تمهيدا لجولة جديدة من مباحثات حل الأزمة في سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الباحث السياسي السوري حسن النيفي. أهلا بك سيد حسن. في البداية، وكما تعلم، مقتل 5 مدنيين خلال 24 ساعة في قصف النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب. السؤال هنا، لماذا يصمم الروس والنظام على استهداف المدنيين في مناطق المعارضة بحسب رأيك ومتابعتك؟ تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني استهداف المدنيين واستهداف البنى التحتية المدنية، هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة إلى نظام بشار الأسد وحليفه الروسي، بل إن مجمل الحروب التي خاضها النظام هو استخدم فيها سياسة الأرض المحروقة. نعم. ومن خلال التغطية الروسية للطيران الذي يستهدف حرق الأرض وقتل المدنيين، ضرب المستشفيات، ضرب البنية التحتية، لكي يجبر المقاتلين على الانسحاب، وبالتالي يمكن نظام بشار الأسد من السيطرة على الأرض. فهذا الأسلوب هو أسلوبه في كل المناطق التي استطاع استعادتها، بدءا من حلب الشرقية في نهاية العام 2016 مرورا بالغوطة الشرقية ودرعا، ثم ها هو الآن يستهدف جبل الزاوية، وليس يعني منذ في الآن، وإنما جبل الزاوية لم تنقطع الغارات عنه. هو يريد تغلغل عبر الخاصرة الجنوبية لمدينة إدلب، والهدف هو السيطرة على الطريق التجاري أنفور حلب اللاذقية. نعم سيد حسن، مدير مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم يقول إنه رصدت 23 من الاعتداءات في أو من المناطق المقصوفة، وأن الرد من طرفهم أي الروس جاء على هذه الاعتداءات. السؤال هنا، لماذا برأيك تنتهك المعارضة اتفاق وقف التصعيد؟ هذا فيما لو افترضنا أن الحديث الروسي صحيح. بالتأكيد يعني الروس يعني ما يقوله الروس هو كلام غير دقيق على الإطلاق. يعني هم برروا حربهم على السوريين منذ أن تدخلوا في نهاية العام 2015، في أيلول 2015 تدخلوا بحربهم على السوريين بحجة أنهم يحاربون الإرهاب، يحاربون داعش والمتطرفين، وهم لم يقتربوا لا من داعش ولا من المتطرفين، وإنما كان هدفهم هو المناطق الخارجة عن سيطرتهم التي كان يسيطر عليها الجيش الحر. فهم يهدفون إلى تمكين نظام بشار الأسد من السيطرة على الأرض. هذه الذريعة دائما يتذرعون بها بأنهم يرجون على خروقات وقت إطلاق النار. طيب الفصائل المقاتلة هي لا تملك طيران ولا تملك أي شخص، فكيف هي الاعتداءات؟ طبعا هذا كلام هو تبريري ولا أحد يصدقه. استراتيجية الروس واضحة، هي حرق الأخضر واليابس، اتباع سياسة الأرض المحروقة، بغية السيطرة على الأرض. في سؤالي الأخير إليك سيد حسن، يعني في السياق، جير بيدرسون وكما تعلم يزور دمشق للترتيب من أجل جولة سادسة من الحوار السوري في جنيف. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن هذا الضغط الذي تشهده جبهتا إدلب ودرعا سيؤثر على مفاوضين من طرف المعارضة؟ سيدي الكريم، يعني بات الأمر واضحا، غير بيدرسون حاول عدة مرات المجيء إلى دمشق لتفعيل مسار اللجنة الدستورية، ولكن نظام دمشق كان يرفض استقبال بيدرسون. الآن عندما بدأ النظام بعمليات عسكرية سواء في درعا أو في إدلب، يريد من جديد أن يؤكد للمجتمع الدولي بأنه ملتزم بالمسار السياسي وملتزم بعملية السلام. الآن ربما أوحى لبيدرسون أنه بإمكانه المجيء إلى دمشق، وربما يتم الترتيب أيضا لجلسة سادسة للجنة الدستورية، ولكن هذه الجلسة وإن تمت فلن تكون إلا لاستثمار الوقت. يعني النظام دائما يسعى إلى مشاغلة المجتمع الدولي لاستثمار مزيد من الوقت، لأنه 5 جلسات مضت لم ينتج فيها شيء أبدا، ولا حتى تم الدخول في إعادة كتابة الدستور أو في العمل الأساسي للجنة الدستورية، وإنما هي محاولة كما ذكرت لمشاغلة المجتمع الدولي واستثمار الوقت لا أكثر ولا أقل. الباحث السياسي السوري حسن النيفي كنت معنا عبر الهاتف من غازي عنتاب في تركيا، شكرا جزيلا لك.